فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وكذلك لا يشاركهم في أعيادهم، لا يشاركهم في النيروز وهو من أعيادهم، والمهرجان، النيروز في أول الربيع والمهرجان في أول فصل الخريف، عيدان للمشركين، لا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم في أعيادهم، بل إن للمسلمين عيدين خاصين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان بعد أداء ركنين من أركان الإسلام، فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام في رمضان، وعيد الفطر بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، فهما مناسبتان دينيتان، ليس لمجرد اللهو واللعب والمرح، وإنما هما شكر لله سبحانه، ولذلك يصلى فيهما صلاة العيد، وفي عيد الفطر تخرج صدقة الفطر، وفي عيد الأضحى تذبح الأضاحي، فهما عبادتان، أيام عبادة لله عز وجل، وليس أيام أشر وبطر كما في أعياد المشركين. فيجب الاستغناء بأعياد المسلمين عن أعياد المشركين.